لنفرض أن لدينا جسم يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 5 متر لكل ثانية باتجاه اليمين، لأن السرعة كمية متجهة. يتحرك الجسم باتجاه اليمين، وسأرسم منحنى سرعة وزمن. هذه السرعة، سأرسم مقدار السرعة فقط، وبإمكانك تعبير عن ذلك بـ V هكذا. هذا مقدار السرعة، وعلى هذا المحور سأرسم الزمن T. سأرسم الزمن وهو T. لدينا سرعة ثابتة مقدارها 5 متر لكل ثانية. بما أنها ثابتة يعني أنها لا تتغير. بمرور الثواني السرعة لا تتغير، الحركة بسرعة 5 متر لكل ثانية. سؤالي لك الآن، ما المسافة التي قطعها الجسم بعد 5 ثواني؟ بعد 5 ثواني، 1 2 3 4 5، ما هي المسافة المقطوعة بعد 5 ثواني؟ حسناً، بإمكاننا التفكير في الحل بطريقتين. الأولى أننا نعلم أن السرعة تساوي الإزاحة، أن السرعة تساوي الإزاحة على التغير في الزمن S على دلتا T، والإزاحة هي التغير في الموقع، فهذا هو التغير في الموقع على التغير في الزمن. أو الطريقة الأخرى للحل، إذا ضربت الطرفين في التغير في الزمن ستحصل على أن السرعة ضرب التغير في الزمن تساوي الإزاحة. كم كانت المسافة المقطوعة هنا؟ السرعة 5 متر لكل ثانية، 5 متر لكل ثانية، 5 متر لكل ثانية. دعوني أختار اللون المناسب، ونعلم أن التغير في الزمن هو 5 ثوانٍ، 5 ثوانٍ، وسنحصل على الثواني تلغى مع بعضهما، وخمسة ضرب خمسة هذا يساوي 25، وهذا حل مباشر. ولكن الأمر الأكثر إثارة هنا هو أن هذه النتيجة هي نفس مساحة المستطيل هنا. وما أريد إيضاحه هو أنه بشكل عام، إذا رسمت السرعة ومقدار السرعة، السرعة والزمن، مقدار السرعة مقابل الزمن، المساحة تحت المنحنى ستكون المسافة المقطوعة أو الإزاحة، لأن الإزاحة هي السرعة ضرب التغير في الزمن. إذا أخذت المستطيل هذا، دعوني أرسم منحنى مختلفا هنا حيث السرعة تتغير، حيث تتغير السرعة والتسارع ثابت. التسارع سيكون 1 متر لكل ثانية لكل ثانية، أي 1 متر لكل ثانية تربيع. ودعوني أرسم، رغم أنه سيبدو مختلفا قليلا، هذا محور السرعة. سأتيح لنفسي القليل من المساحة، هذا محور السرعة. سأرسم مقدار السرعة، وهذا هنا هو محور الزمن، محور الزمن. لنحدد كل شيء هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ومقدار السرعة يقاس بمتر لكل ثانية، متر لكل ثانية، وزمن بوحدة الثانية، بوحدة الثانية سكند. ماذا سيحدث هنا؟ بافتراض أننا سنبدأ بالسرعة الابتدائية أو مقدار السرعة الابتدائية،
مقدار السرعة الابتدائية سيكون صفر، سرعتي الابتدائية صفر، وبعد ثانية ماذا سيحدث؟ بعد ثانية واحدة ستزيد السرعة مقدار 1 متر لكل ثانية، وبعد ثانيتين ماذا سيحدث؟ ستزيد السرعة بمقدار 1 متر لكل ثانية. مع مرور الثواني سأتقدم في الزمن. إذا كان التغير في الزمن 1 ثانية ستزيد السرعة 1 متر لكل ثانية. وإذا تذكرت الميل في درس الجابر، هذا هو التسارع. نعلم أن التسارع هو تغير في السرعة على تغير في الزمن. هذا التغير في الزمن على محور X، هذا هو تغير في الزمن، وهنا تغير في السرعة. عندما نرسم السرعة بالنسبة للزمن، فإن ميل الخط هو التسارع. وبما أننا افترضنا أن التسارع ثابت، لدينا ميل ثابت، لدينا خط هنا وليس منحنى. الآن لنفكر في الأمر قليلا. لنقل أننا نتسارع بمقدار 1 متر لكل ثانية تربيع، والتغير في الزمن سيكون 5 ثوان. 5 ثوان، إذن دلتا تي تساوي 5 ثوان. سؤالي هو ما هي المسافة المقطوعة؟ وهو سؤال مثير. سرعتنا الابتدائية هي الصفر، ولمدة 5 ثواني نتسارع بمقدار 1 متر لكل ثانية تربيع. 1 2 3 4 5. بعد 5 ثوان نعرف سرعتنا، السرعة ستكون 5 متر لكل ثانية. ولكن ما هي المسافة التي قطعناها؟ نستطيع تصور الأمر. بإمكاننا رسم مستطيل هنا. هنا كانت السرعة 1 متر لكل ثانية. إذا قلت 1 متر لكل ثانية ضربت ثانية واحدة سيعطيني القليل من المسافة، وبمتابعة الأمر سأحصل على المزيد من المسافة. بنفس الطريقة بإمكاني رسم هذه المستطيلات هنا، ولكنك ستقول انظري هذه المستطيلات مفقودة لأنني في الثانية الواحدة لم أكن أتحرك بسرعة 1 متر لكل ثانية فقط، كنت أتسارع، لذا ربما يجدر بي أن أفصل المستطيلات، أفصلها أكثر. ربما أتحرك كل نصف ثانية، في نصف ثانية تحركت بهذه السرعة وهكذا. السرعة ضرب الزمن تساوي المسافة، وأكرر العملية لنصف الثانية الأخرى، نفس الفكرة ستعطيني المسافة وهكذا. أظن أنك سترى أن كلما صغرت المستطيلات التي ترسمها هنا، كلما قربت المسافات بينها تحت المنحنى، وكما في هذه الحالة المساحة تحت المنحنى ستكون هي المسافة المقطوعة distance travel. ومن حسن حظنا هذا الشكل هو مثلث، ونعرف كيف نحسب مساحة المثلث. مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع. آمل أن يكون هذا منطقيا بالنسبة لكم. إذا ضربت القاعدة هنا ستحصل على المساحة لكل المستطيل، والمثلث هو نصف المستطيل، أي المسافة المقطوعة هي أو الإزاحة، دعونا نقول فقط لنأخذ المتجهات في الاعتبار، الإزاحة هي أو مقدار الإزاحة هو نفس المسافة، ستكون نصف ضرب القاعدة وهي 5 ثوان.
ضرب الارتفاع وهو 5 متر لكل ثانية. ضرب 5 متر لكل ثانية. ضرب 5 متر لكل ثانية. الثواني تلغى مع الثواني ويبقى لنا نصف ضرب 5 ضرب 5 يساوي 12.5 متر. 12.5 متر. وهنا أريد الإشارة إلى أمرين، لنأمل أن تدركوا أنكم عندما ترسمون السرعة مقابل الزمن، المساحة تحت المنحنى في فترة معينة من الزمن تخبرنا بالمسافة المقطوعة، والأمر الآخر هو أن الميل للمنحنى هو التسارع. ما هو الميل هنا؟ الخط مستقيم لأن السرعة لا تتغير، لديك تسارع ثابت مقداره 0، السرعة لا تتغير، وهنا لدينا تسارع بمقدار 1 متر لكل ثانية تربيع، لهذا فإن ميل الخط هنا هو 1 حتى لو كان التسارع ثابت. بإمكانك حساب المسافة بأخذ المساحة تحت المنحنى. هكذا حسبنا المسافة وهي 12.5 متر. أمر أخير أريد تقديمه إليكم، يبدو أنني سأقدمه في الفيديو التالي، سأعرفكم على فكرة السرعة المتوسطة، بما أننا تعرفنا على فكرة أن المسافة المقطوعة هي المساحة تحت منحنى السرعة والزمن.